السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ اليوم عندنا مراجعة سريعة عن مؤتمر انفيديا اللي صار الفترة اللي فاتت تاريخ 1/9. في هذه الفقرة سلمكم الله بنتكلم عن اللي اعلنوا عنه من برامج ومن هاردوير ومراجعات الـ RTX 3080. الـ RTX 3080 ترى مراجعاتها جدا جميلة، ولكن اول شيء خلونا نبدأ معاكم مع البرامج اللي اعلنوا عنها. RTX Broadcast. RTX Broadcast يعزل لك الخلفية، يعزل لك الصوت اللي ما له داعي والنويز اللي موجود في الصوت نفسه من خلال برنامج RTX Voice، يعني حادي على أي ويب كام بيمشي وبيشتغل 100%. ما نتكلم بشكل سريع بس كذي على رؤوس الأقلام اللي موجودة. ماشينما هذا البرنامج الثاني عندهم، هذا البرنامج سنكم الله حق تصميم شخصيات أو 3D او غيره او ايا كان. هذا سلمكم الله هني موجود عندي تصميم الشخصيات بشكل ثلاثي الابعاد والتحريك والمودلنج. هذا البرنامج بيختصر عليكم حق اللي يبغى يطور او يصمم لعبه موضوع الموشن كابتشر. الموشن كابتشر ارخص جهاز لليوم شفته انا تقريبا يكلف 10,000 دولار، فممكن هذا الشيء يختصر عليكم وايد اشياء، فحد بيستفيد منه حد ما بيسوي له سالفه. نتريا الكروت نحن عشان الألعاب نشوف الأداء فيها. اللي عقبه DLSS تحسن بشكل كبير. DLSS اللي هو Deep Learning Super Sampling، يعني ما يعطيك Native 4K ولكن الصورة اللي يسوي لك إياها Upscale لل4K واضحة أكثر من 4K نفسه. ما أدري إذا وصلتكم المعلومة ولا لا. نتكلم عن الكروت بشكل سريع. أول شيء أعلنوا عن 3070 RTX اللي هو ب8 GB رام GDDR6 بكودا كورز يوصل ل 5888 اللي هو تقريبا ضعف عدد الكودا كورز في الجيل اللي قبله. وغير هذا البيس كلوك أو سرعة المعالجة أو سرعة البروسيسر نفسه أو سرعة الجي بي يو نفسه 1.73، والكونسومينج فيه او استهلاك الكهرباء 220 واط. هذا نحن نتكلم حاليا عن نسخ الرفرنس اللي هي الاساس تنصنع من انفيديا نفسها، طبعا بعدين تروح لشركات ثانيه كل شركه تسوي لها كونج على مزاجها وغيره. وغير هذا ترى زايدين مدخل 12 بن على ال 3080 وال 3090، وما ادري اذا 3070 نفسه هو ماخذ نفس المدخل او لا. سعر ال 3070 سلمكم الله 500 دولار، ولكن الحين ما في مراجعات عنه. ننتقل لأخوه اللي هو أكبر منه شوية، أخوه الأكبر 3080 سلمكم الله ضاعفت الكودا كورس فيه ل 8704، والتردد على 1.71. أوكي عادي، بيس كلوك عادي. أوكي ما راح أهتم بالبيس كلوك كانيها. الشيء المهم عندنا الرامات GDDR6X اللي هي مش موجودة في الـ 3070. شو الفرق؟ هو والله ما حرفز الـ X زيادة، هذا هاي اللي يفرق ما بين الرامات ما بين الـ 3070 والـ 3080، فما أدري إذا الفرق وايد يسوى ولا لا. وغير هذا سلمكم الله الكرت يستهلك 320 واط كرت في هالقوة أو في هذا الرينج وغيره. زين كم سعر الكرت؟ 700 دولار من انفيديا. الأسعار الرسمية أنا اللي بتكلم عنها اليوم هي أسعار انفيديا نفسها، مش أسعار شركات ثانية أو مصنعين ثانيين. ننتقل ل 3090 هني. هذا في حلقة غاشية في بودكاست أثير جيمز ماسترز تكلمت عن هذه النقطة. أنا على بالي ماخذين بلاتفورم اللي هو نفس كرت 690. كرت 690 كان يتكون من معالجين 680، معالجين في بورد واحد او في تشيب واحد او في كارد واحد، كان يعتبر SLI. ولكن ال SLI تقريبا او ال MV Link اللي هو طلع في ال RTX بديل ال SLI ما حد وايد يستفيد منه. وغير هذا الكرت الثاني تقريبا تستفيد منه كم من 30 الى 40% فقط لا غير، لانه PCI slot ما ياخذ وايد، يعطيه 4 lanes او 8 lanes او X8، والكارت الاول يعطيه X16، فمش مستفيد، قوة الكارت ضايعة. انزين شو اللي جديد فيه؟ 10,496 كودا كورز، ما ادري مضاعفة لأي كارت بس رقم جدا مخيف.
وغير هذا 1.7 جيجا هرتز و24 جي بي رام جي دي دي ار 6. استهلاكه في الكهرباء 350 واط. حلو، ما في مشكلة. كم سعره؟ $1,500. لا مخباية فاضي ما يستوي. انزين الحين وصلنا للشيء المهم اللي هو البنش ماركس حق ال 3090 او سوري 3080 ما حد للحين صار معنا بنش مارك او شيء. قبل البنش مارك الكروت اللي ذكرتها كلها تشتغل على بي سي اي سلوت اللي هو جن 4 او 4.0. يعني الحين عندي مذر بورد ولا غيره او مذر بورد قديمه او معالج قديم ولا هذا ما بيشتغل، لا بيشتغل عادي. ولكن الجن 4 اللي بيستفيد منه اللي عند الرايزن، لان للحين التشيبسيت مال انفيديا ما دعمت الجن 4، فما ادري ليش متاخرين لليوم. طبعا الشركات قدم اللي عندها وانفيديا شويه تتاخر، ها حبه حبتين. ندخل على موضوع المراجعات، والمصدر تومز هاردوير، مدونه مختصه بالهاردوير، واخذت منها كذا صوره بنعطيكم مراجعاتها او شو راينا في الاداء وغيره. اول شيء بنتكلم عن لعبه بوردر لاينز. طبعا عندكم الصوره 4K Ultra Setting، هذا البنش مارك حق اللعبه على كل الكروت اللي موجوده في الصوره. وبعدها عندنا ذا ديفيجن شوفوا نفس الحاله، نفس البنش مارك، نفس السيتنج 4K Ultra Setting، وهذا اللي ظاهر قدامكم. فورزا هورايزن 4 شوف البنش مارك 4K Ultra Setting. عقبها مترو اكزودس، وهذا بعد بنش مارك على 4K الترا سيتنج. حاليا وصلنا لشادو اوف ذا توم رايدر اللي هي ما بغيت اكثر وايد، بس اشياء بسيطه على العاب ثقيله وفي العاب الناس تعرفها. هذه مراجعتها كلها. توم رايدر الحين اخر مراجعه للالعاب او البنش مارك على كارت 3080. الارقام كلها متقاربه صح؟ اوكي، انفيديا قالت اقوى بالضعف من 2080 الجيل، مش الجيل اللي قبله، بعد اللي قبله اللي هو 3080، لان بعدها نزل 3080 سوبر. 3080 سوبر انا اعتبره تحديث، ولكن كان تحديث ممتاز للكرت. شو اللي تقصده انفيديا بالضعف؟ الكرت قوته تقريبا من 20 الى 70% افضل في الاداء، افضل اداء في الالعاب عن كرت 2080. زين بعد انفيديا ليش تقول الضعف؟ الضعف سلمكم الله. شوفوا البنش مارك على 3 دي مارك. خلصتوا 3 دي مارك؟ يضغط لك المعالج، يضغط لك الهاردوير، وبيعطيك البيانات كلها والسكور ماله، وهذا الفريم ريت اللي فيه. طبعا الكروت هذه اللي بيشتغل عليها كإدت كمونتاج وغيره، الكروت جدا تستحمل وجدا قوية. تقريبا الأداء هني فعلا الضعف ومرات أكثر في برامج الإدت أو برامج الضغط أو برامج اللي تتطلب جهد كبير من المعالج والكرت. هذا اللي يفرق معاها مش في الألعاب، ولكن كتقنيات الصراحة قدمت لنا كروت جديدة، تقنيات حلوة جدا جميلة. واصبروا لازم مع التحديثات، لأن تو الكرت نازل. وطبعا هذه مراجعات مبدئية حق الكرت، يعني بعد ما وصل حق الكونسومر العادي، بس المراجعين والريفيورز. انزين عندنا فقرة صغيرة قلنا بنشارك آراء المتابعين قبل الإعلان عن الكروت. ودي أعرف إذا المذربورد اللي عندي تدعم ولا لا. المذربوردات كلها تدعم، في بي سي آي سلوت خلاص يشتغل ما في مشكلة، 2 3 4 عادي بيشتغل ما في مشكلة لحد حاتي. لازم أغير المذربورد ولا لا عادي بيركب على اللي عندي؟ طبعا المذر بورد اللي عندي 37 زد 390. ليش تغير؟ ما له داعي ابدا، ما له داعي. سؤال حلو، الاسعار اللي اعلنوا عنها هل هي الرسميه عندنا او لو وصلت بترتفع اكثر؟ النقطه الثانيه، لو كان عندنا اغلى شوي شو المواقع اللي تنصحون الناس يشترون منها؟ النقطه الثالثه والمهمه، شو الكروت اللي ممكن الواحد يسوي لها تبديل الكروت الجديده؟ يعني اللي عنده كارت قديم هل يستحق يرقيها ولا لا؟ انا ببدا من اخر نقطة، منو لازم يسوي ابجريد؟ تقدر تاخذ كارت جديد مبلغ وقدره؟ خذ، ولكن شو الكارت اللي عندك؟ 2060
1660 1060 1080 1080 Ti 1080، هذه الكروت اللي بيفرق معاكم فيها. انا كشخص عندي 1080 من 4 سنوات حاليا، والحمد لله ما اشكي منها. ولو بسوي ابجريد انا بسوي ابجريد حق كمبيوتر كامل، مش حق كرت الشاشه بس، لان في اشياء ثانيه غير الكرت اصلا موجوده في الكيس، فلازم الواحد ياخذها بالحسبان. الاسعار اللي عندنا وعنها، هل هي الرسميه عندنا او لا؟ الاسعار هذه الرسميه من انفيديا نفسها، يعني ما يخصني في البايع الثاني تقول لكم هذه اسعاري انا، تبغى الكرت بهذا السعر دش الموقع سو اوردر عليه. للمعلومه ترى في شورتج في الكروت، فتوقعوا انه بيكون في تاخير كبير في الشحنات. النقطه الثانيه، لو كان عندنا اغلى شوي، او شو المواقع اللي تنصحونا نشتري منها؟ اشتر محلي. ليش؟ المواقع اللي برا ممكن تفرق 300 400 500 درهم. الفكره انك بتاخذ اغلى قطعه في الكمبيوتر كامل، وتخيل انت تطلبها توصلك مثلا من مواقع خارجيه، وصلك نسخه مضروبه او النسخه فيها خطا مصنعي، منو بيبدل لك اياها؟ بتروح عند الوكيل بيقول والله انت ما اخذت من عندي، انا ما اعرفك. بترجع بتشحنها مره ثانيه، تدفع رسوم شحن، ممكن تدفع جمارك، ما ادري ليش جمارك، عاد توقع اي شيء، وتدفع رسوم مبالغ فيها وما لها داعي، وانت في غنى عنها. وهذه الرسوم لو انت حاطنها في جيبك وماخذ الكرت محلي معك وفرت شويه. فلازم وايدين عندنا ينتبهون من هذه النقطة، دائما القطع الغالية خذها سوق من السوق المحلي لو شوية أغلى من برا، عشان موضوع أو مسألة الضمان فقط لا غير. الضمان أهم من القطعة نفسها، لو اختربت باكر بتصير تصيح تقول والله ليتني ما طلبت من برا، خلني على السوق المحلي. على قولة واحد، ينصبني من هني ولا أصير بعدين أتشكى إن اللي ماخذنا من عند فلان ما يشتغل. فأنصحكم بالسوق المحلي. للأسف يعني صح الأسعار مضروبة فوق، ولكن السوق المحلي بعدها أضمن على غيره. هل تستحق الترقية من 2070 2060 2080 سوبر؟ لا، تلعب على 4K؟ ما أظن، خلك على الكرت اللي عندك حاليا. هل في إشكالية إذا بستخدمه مع الاي 7 ولا بيسبب لي بوتلنك؟ أول شيء أخي العزيز، أنت ما حددت شو المعالج بالضبط أو من أي جيل، ولكن في بوتلنك للأسف، في بوتلنك. الكرت وايد قوي، وايد قوي. حاليا بتكلم بس عن 3080 لأنه هو اللي طلع عن البنشمارك. الكرت جدا قوي، ممكن يسبب بوتلنك خفيف على معالجات الاي 7 ولا غيره. يعني اللي يبغي لا يستعجل، شوف الهاردوير عندك أول عشان تستفيد من كل شيء. هل سيكون في كرت 3080 Ti أو لا؟ متوقع على السنة الجاية يعلنون عنها، ولكن ما أدري شو فكرة انفيديا لأنها نزلت 3090 و 3080 اللي هو بديل 3080 Ti اللي هو بديل 2080 Ti، المفروض يقارنه في السعر. يعني السعر شوية مبالغ فيه بيكون، تحطي لي جاب الحين ما بين 3080 و 3090، انت المفروض تحط لي كرت في النص، ولكن كم السعر بيكون؟ هذا ب 1500 دولار، هذا ب 700 دولار. الموضوع يستحق المراجعة. لو تتناقشون في تساؤل وهو كروت الشاشة في الجيل هذا او الجيل الحالي الجديد، شو معالجات انت اللي تشتغل واللي ما تشتغل مع المذربورد والمذربورد المناسبة؟ هذا الموضوع ممكن نسوي عليه فقرة بسيطة بعدين، شو اللي يتناسب مع المواصفات، وبنشوف بنرد لكم خبر ان شاء الله، ما نعطيكم الاكيد ولكن انتظروا. الاسعار كم راح تكون؟ تكلمنا عنها في الفيديو، بنحطها في الديسكريبشن، بحط لكم اياها بعد في الصورة نفسها او في الفيديو نفسه، صور الكروت مع اسعارها الرسمية. ما يخصني في السوق المحلي، ما يخصني في المواقع الثانية امازون ونيو ايجو وغيره، لا انا اتكلم عن فيديو نفسه، ما يخصني في باقي المصنعين. السؤال او مشاركة جميلة، نحتاج فيديو شرح كامل عن فكرة كروت الشاشة وكيف تفهم القوة وتتكلم بشكل ملخص عن كروت ال 30 سيريس او 3000 سيريس. والله فكرة، ولكن كمية المعلومات اللي بتكون في الفيديو ممكن تمل المتابع والمشاهد، و يبغي لها اعداد جدا كبير. نتريا باقي مراجعات الكروت، ممكن لعل وعسى على وقته بعد نمشي. شلون اعرف اذا معالجي يتحمل كرت 3080؟ شو المعالج؟ كيف يحطوا لي مشاركات بدون ما يحطوا لي مواصفات؟ هذا شيء اساسي طبعا، لان انت الحين تتكلم عن جهاز فيه 8 قطع اساسيه، كل قطعه بتكمل الثانيه. فاذا انت بتقول لي شو المعالج اللي ينفع مع كرت 3080، شو معالجك اكتب، لا تسال سؤال بدون ما تبين لي شو اللي موجود عندك. ممكن ما اقدر افيدك كذي انا، اذا قلت لك روح خذه باكر تتبهدل مع الكرت كله بطلنك، انا ما يخصني.
انا اعطيكم نصيحتي، يتوافق ويا اي ماذر بورد؟ جاوبنا على هالسؤال، على اي ماذر بورد. سؤال مهم، اخر سؤال عندنا، الكروت حق اللابتوب او لابتوبات الجيمز اللي تكون مثلا 1650 او 2060 او 1060 وغيرهم، هل راح ينزل جيل جديد لهم؟ اكيد، ولكن ما نعرف متى، ما في اي تواريخ رسميه، ما في اي تسريبات للحين بعد، فنتريا. هذا اللي كان عندنا اليوم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، مع السلامه.